وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس البرمجة باستخدام بايثون. في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا بكل لغات البرمجة اللي هو الفايل. راح نبدي ابتداء من هذه المحاضرة التعامل مع الفايلات، شلون نقرأ الفايلات ونعدل ونضيف إلى الفايلات. طيب، بما أنه نقول الفايل أي أنه بكل امتدادات الفايل، ولكن مبدئيا راح نتعامل مع الفايل txt. في البداية حتى نعرف معلومة مهمة جدا، هي يجب أن نعرف امتداد الملف اللي سنضع فيه الفايلات. وحتى نعرف امتداد الملف نجي هنا بالباي تشارم بعد ما نجري عملية الران. نجي هنا ابتداء من مثلا السي، اذا احنا منصبين البرنامج بالسي راح يطلع هنا السي، اذا دي راح يطلع دي، وهكذا. مثلا انا منصبه بالسي، راح اجي من السي اخذ نسخ، احدد من السي والى بروجكت، الى كلمة بروجكت هذه الثانية، مو بروجكت الاولى، بروجكت الثانية قبل كلمة VENV، اخذ كليك ايمن كوبي واجي الى ماي كمبيوتر، هذه هي الطريقة. واجي هنا انا طبعا بالاعلى بشريط البحث راح امسح القديم والصق كنترول في ومن ثم انتر، راح اشاهد هذا هو الملف الرئيسي اللي انا اضع به الفايلات. يجب ان اضع الفايلات والملفات بهذا المكان. طيب كيف اضع الفايلات بهذا المكان؟ راح اجي اضغط هنا كليك ايمن نيو واختار txt، مثلا راح اسمي هذا الملف بهاء بهذه الطريقة، بهاء دوت txt، انتر. طيب راح اجي الى الباي تشارم حتى استعرض هذا الملف. عندي خوارزمية سهلة جدا، دالة بسيطة اللي هي اسمها open. طيب راح اضع هذه الدالة بمتغير، هذا المتغير راح اسميه file بهذه الطريقة file، هذا المتغير راح اضع به الدالة اللي هي open، راح اكتب open بهذه الطريقة. الاوبن تحتاج من عندي تحتاج مسار الملف، ولكن قبل ما اكتب مسار الملف راح اكتب حرف R. حرف R المقصود بـ reading، حرف R المقصود reading. طيب بعد ما اكتب R راح اكتب double quotation mark هنا بالاعلى، double quotation mark بهذه الطريقة، وراح اجي اضيف المسار، المسار اللي هو هذا المسار، اخذ كوبي هذا الشكل، اجي الى الباي تشارم واكتب المسار بهذه الطريقة. بعدها اكتب الخط المائل، وانتبه الخط المائل اللي اعلى الانتر، هذا هو الخط المائل اللي اعلى الانتر وليس الخط هذا المائل. هذا الخط ما يصير لان هذا خط خاص بالتاريخ، الخط المائل من اليسار الى اليمين. واكتب اسم الملف اللي انا انشأته واللي اريد اقراه، اسم الملف هذا اللي هو بهاء دوت txt، وراح اجي اكتب هنا بهاء دوت txt بهذه الطريقة. طيب نعيد، نسوي متغير، هذا المتغير نسميه بالاسم اللي نريده، بها علي فايل اي شيء يساوي open، ضروري تنكتب open هذه الطريقة. نفتح اقواس، نكتب حرف R وبعدها double quotation mark، بداخل double quotation mark، بداخل double quotation mark نكتب مسار الملف بالكامل مع خط مائل مع اسم الملف اللي نريد نقرأ. طيب هسه الآن خزننا الدالة بمتغير، الآن راح نجي نقرأ هذا المتغير ونستعرض الملف. راح نكتب print، راح نكتب اسم المتغير اللي تم تخزين به المسار، راح نكتب file بهذه الطريقة، ومن ثم dot read. dot read أي إنه معناها انه اقرأ لي هذا الملف، اقرأ لي هذا الملف. راح اجي هنا اجري عملية run، اذا الاحظ انه خلاص انه ما انطاني ايرور، اي معناها انه تم قراءة الملف، ولكن كل شيء ما طلع عندي. ليش؟ لان الملف هو فارغ، اذا اجي اضغط عليه هذا الدوت txt بها دوت txt راح اكتب به مثلا بها word، مثلا انتر، راح اكتب مثلا علي، انتر محمد. طيب مثلا بهذه الطريقة سلام، راح اخرج ومن ثم سيف. طيب الان راح اجي ارجع الى الملف، راح ارجع الى الباي تشارم وراح اجري عملية run، اذا الاحظ انه تم قراءة المعلومات والبيانات اللي مكتوبة
بداخل الملف اللي هو اسمه bha.txt. أي أن بمعنى أن نستطيع قراءة الملفات وتعديلها وجميع التفاصيل اللي ممكن نجريها على هذه الملفات بداخل برنامج بايثون أو بداخل لغة بايثون. بهذه الحلقة تعلمنا فقط كيفية قراءة الملف وكيفية الوصول لهذا الملف وتخزين المسار بفايل، ومن ثم كيفية قراءة البيانات اللي بداخل الملف. في المحاضرات القادمة راح نتعمق أكثر وراح نتعلم كيفية تعديل البيانات اللي بداخل الملف وإضافة البيانات وأمور عديدة إن شاء الله راح نتعلمها بالمحاضرات القادمة. طبعا هذه المحاضرة جدا مهمة وأتمنى أن تكون سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.